السلام عليكم جميعا. والذين يبيتون لربهم. يا اهلا وسهلا استاذ حفيظ. يا مرحبا، اهلا بك. الله يسعدك. بتدخن؟ لا، هذا بخور. بنرحب فيك استاذ حفيظ. يا جماعه الخير، اهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا فيك استاذ حفيظ، فيك. افضل هاي معلق فيك. رياضي في الوطن العربي عام 2001 و2009، وافضل معلق رياضي في الجزائر عام 2006. غني عن التعريف استاذ حفيظ، اهلا وسهلا فيك. الله يرحم والديك. اهلا وسهلا. بنرحب في جميع الناس الموجودين في هذا البث اللطيف، وان شاء الله حيكون خفيف لطيف. استاذ حفيظ، انا دائما عندي قاعده في هذا البرنامج او المقابلات اللي بعملها، هي قاعده ثابته اني اعطي الضيف فرصه بالانسحاب، ولكن لكل قاعده شواذ. بعد ما حضرت وشاهدت مقابلاتك على اليوتيوب لن أعطيك هذا الشرط، لأنه مستحيل تنسحب على ما رأيت منك من جرأة وصراحة. فاليوم ما راح الانسحاب أكون موجود بهذه ليس القاعدة. لا، لن يكون من طبيعي أيضا الانسحاب. لن أترك لك الفرصة أولا لكي تمل مني ولا المتابعين، أكيد لا، ولن وباسم أنسحب. الجمهور الأردني كاملا برحب فيك ترحيب حار. الله يرحم والديك. جمهورك طيب، كيف كبير من ما الأردن. هل يمكن أن نعود ننشر على حسابي الرابط هذا ولا لا؟ الرابط، بدك رابط صفحتي نفسه، لان هسه هو موجود عندي وعندك في نفس الوقت، يعني لو تنشر رابط اوكي. صفحتك برضه ببين. انا على جميع الاحوال ساقوم بحفظ البث بعد الانتهاء وابعثه لك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، تفضل، توكل على الله. استاذ حفيظ، عندنا ثلاث شغلات، عندنا اسئله عامه هيك بشكل عام، وعندنا اسئله كرويه، وعندنا فقره نعم ام لا. اوكي، نبدا بالاسئله العامه. تفضل. لو قبضت عليك الشرطة بتهمة التعصب الكروي، ماذا سيكون دليل براءتك؟ من أصعب الأسئلة التي طرحت علي، لأنني لن أكون مطالب بأن أثبت براءتي. أنا قناعاتي واضحة، سواء من خلال كلامي أو من خلال كتاباتي أو من خلال أفكاري أو حتى من خلال إيحاءاتي، عندي قناعاتي. أبدا لن أكون مطالب لكي أثبت براءتي، ليس لأنني لا أملك الدليل، ولكن لأنني لست بحاجة إلى ذلك، بل سأطلب منهم الدليل على عكس ذلك. حلو. بحكم خبرتك الكبيرة في مجال الإعلام، وبكل صراحة، ما رأيك بالإعلام العربي بشكل عام، سياسي كروي؟ هو جزء من منظومة عربية تعيسة جدا في الجزائر، سواء كان إعلام، اقتصاد، ثقافة، سياسة، علم، فكر، أخلاق. الإعلام لا يمكن أن يكون أفضل من الأمور السياسية، ولا يمكن أن يكون بعيدا عن الجانب الأخلاقي الذي تعيشه الأمة العربية. أعتقد بأنه هو جزء من هذه المنظومة التعيسة بين قوسين. تعيسة، منظومة تعيسة. نعم. طب بتقدر توجه رسالة أو نصيحة لكل إعلامي صاعد مثلاً، وأنا واحد منهم، ممكن أخذ منك نصيحة أو رسالة؟ لا، مسؤوليتكم كبيرة ولكن مأموريتكم صعبة. لا يجب، لأنكم أنتم تنتمون إلى نفس المنظومة. صعب جدا أنكم تخرجون من هذه القوقعة، لأنكم لا تملكون الإمكانيات المادية والسلطوية. السلطة ليست بيديكم. يقال بأن الإعلام هو سلطة رابعة أو هو سلطة، ولكن هذه السلطة هي بيد ناس آخرين، بيد أصحاب السلطة السياسية وبأيدي أصحاب المال. وأنتم في حاجة إلى تموقع، وأنتم في حاجة إلى موارد مالية لكي تعيشوا ولكي تتنفسوا، وبالتالي الأمر ليس بيديكم. فقط نقول لكم مزيد من الصبر ومزيد من الحلم والأمل والطموح في غد أفضل إن شاء الله. أستاذ حفيظ، في أحد مقابلاتك ذكرت إنه أنت ما بتنافس أحد ولا أحد بينافسك. ولا ينافسني أحد. نعم نعم، ولكن بنشوف رجال الأعمال ونحكي اللي ناجحين جدا بحياتهم، أحد أهم أسباب نجاحهم كان إنه في منافسين. لو ما في منافس ما كان في نجاح أصلا، أو ما كان هو زي ما نحكيها بالأردن شد حيله ونجح. فكيف تسطر النجاح لديك دون أن تنافس أحد؟ أولا، أنا لم أقل بأنه لا يوجد منافسين. أنا لا قلت أنا تنافس لا أحد. أنافس أحد. هو موجود منافسين،
في الكرة موجود، في السياسة موجود، في الإعلام موجود، في الرياضة موجود، ولكن أنا لا أنافسهم ولا أضع في ذهني بأنهم ينافسونني. أنا ممارس جزء من حياتي، أنا أمارس مهنتي، أمارس هوايتي، أمارس عشقي، وأستمتع بممارستها. وبالتالي من ينشغل بالاهتمام بهوايته ومهنته أبدا لا ينافس شيء آخر أو شخص آخر. هذه فلسفتي. في برنامج ملاعب العالم اللي كنت تقدمه في التسعينات، لاحظت شغلة، كان في متصل دائما كان يشارك معك ويربح الجوائز في البرنامج. حسيت آخر مرة إنه في استياء منك، إنه عنده كم هائل من المعلومات الصحيحة ودائما بيجاوب على هاي الأسئلة، فهل فعلا كان في استياء منك وشو السبب؟ لا، الاستياء، انا اعطيك السبب. لازم تحط الموضوع هذا في سياقه في ذلك الوقت. ولو انه هذا الرجل اليوم صار اعلامي وفي الاذاعه وشاطر جدا، وما زلت في تواصل معه، يمدني بمعلومات كثيره جدا، اغتنم الفرصه لكي اشكره لانه عنده الوقت باش يبحث عن المعلومات. ثانيا، لما تضحى في سياقها في ذلك الوقت في التسعينيات وبدايه الفيه بدايه الالفيه، لأن المجتمع كان غير مجتمع تاع اليوم. الناس يدخل لهم الشك، يقول لك هذا السيد اللي في كل أسبوع يتصل، رغم أنه فيه يا سيدي فقط فيه نقولوا 1000 متصل في نفس الوقت، كيف من أصل 1000 يمر هو؟ فأنا دخلني الشك، قلت ممكن عنده متواطئين معه في القناة وفي المحول الهاتفي، هم اللي يتصلوا به ويمروه علي مباشرة واسطة. لسبب أو لآخر، واسطة. فانا ما حبيتش يكون هذا الانطباع لدى الناس بانه حفيظي يطلع لنا دائما هذا محمد الابراهيم، دائما هو نفسه محمد وبعدين عنده الاجوبه. فانا الناس اللي عارفين الاسئله 3 و4، فمش كتير اللي عارفين الاسئله، فعنده الاجوبه ويتصل في كل مره. مش معقول، الامر مشكوك فيه يعني. فلذلك استأت منه وصرت نطرح عليه اسئله. مرة طرحت عليه سؤال، كم هو رقم، لا، رقم سيارة شوماخر؟ جاوب مرة أعتقد جاوب، استغفر الله يا ربي، أعتقد جاوب. مرة طرحت عليه سؤال، كم يلبس في حذاءه مارادونا؟ ممكن تقول لي 40، تقول لي 40 وتجيبها صدفة، ولكن هو يجيبها بالدليل يعني. فكنت مستاء جدا منه بين قوسين. أكثر شيء يزعجك في السوشيال ميديا حاليا؟ الافتراء على الناس والكذب على الناس. الافتراء. أحسن شيء نحبه هو الصدق والصراحة. أما أنه تطلع تقول بأن وسام سراق، وسام عنده أمه وعنده أبوه وعنده أولاده وتفتري عليه، فهذا هذا هذا أنا لا أقبله. لأنه أنت صار عندك تابلت وعندك تليفون، تقدر توصل لحفيد في أي لحظة، ممكن في الظروف العادية صعب أنك توصل له. طبعا صعب انك توصل له لانه الظروف هذه هي، لانه يعني ما عندك تليفونه، ما هو قريب منك، ما هو، وهذا امر عادي جدا. فتحرجه وتكتب وتستفزه وهكذا بهكذا شكل. انا كثير ناس ندخل معاهم في يكتب مثلا شيء مزعج، ندخل معاهم نقول له حبيبي هذا إيه، وش جوابه؟ يقول لي والله يا كابتن غير نحبك ونموت عليك، فقط حبيت نستفزك باش تكتب لي. عشان فهذا تنتقد. يعني يصير مرض، يعني يصير مرض. فبعدين صرت مع ما نرد، فهمت الرسالة وبعدين الآن صرت العرض إلا نادر. أستاذ حفيظ، هل جربت المنسف الأردني من قبل؟ كليته من شهر هنا كذلك، لأنه عندي أصدقاء أردنيين هنا. منسف كليته في الأردن، في كل مرة زرتها 4 أو 5 مرات، في كل مرة كنت ناكله أكلة شعبية. خليني نقول للجزائريين بأنه زي الكسكس في الجزائر، احنا عندنا الكسكس أكلة شعبية ناكلوها مينيموم مرة في الأسبوع، الجمعة تجتمع عليه العائلة. المنسف هذا الأردني وفلسطيني كذلك، يلا باش حتى لأنه إخواننا الفلسطينيين كذلك يعملون منسف. وأنا نعرف علاقات بين الأردن وفلسطين هي ممتدة عبر التاريخ، وما زالت المنسف فوق قمة، خاصة حب المنسف مش تاع المطاعم، تاع البيوت يعني، عنده نكهة خاصة. مطعم يبقى مطعم، ولكن البيوت ما شاء الله. إذا جيت على الأردن نتشرف فيك أي الله، يعني الله يسعدك، الله بطبخة أخرى يسعدك، غير المنسف. يسعدني يسعدني. الله الله يسعدك. لو كنت مشاهد عادي للمباريات وليس معلقا، من كنت ستختار من المعلقين إذا كنت تشاهد مباراة معينة؟ صدقني بأنه
نروح للمعلق الأتعس. ليش؟ لكي أتعلم منه، لكي نشوف تعاسته ونتعلم ونتجنب الأخطاء التي يرتكبها. وبعدين أنا أبتعد عن سماع المعلقين، يلا خلينا نقول الجيدين عموما على الصعيد العربي والعالمي، أبتعد عن الاستماع إليهم حتى لا أتأثر بهم، حتى تبقى البصمة تحفيظ، ما عندهاش علاقة ببصمة معلق آخر. ممكن زي المغني، أو أن المغني أوكي محكوم بصوته بأدائه، والطرب أنواع يعني مختلفين كثير، ولكن أنا أتجنب لكي أتجنب التقليد فنبقى على عفويتي، أو أتجنب أثناء تعليقي تهرب لي وتروح لي تلك العفوية، لأنه نقول لا ما نقولش هذه لأنه المعلق الفلاني يقول هكذا، فإذا قالها هو وقلتها أنا ولكن من دون تقليد، أنا الأمر بالنسبة لي عادي. فنشوف الأتعس حتى أتجنب أخطائي. هيك بتروح الإثارة غريبة أستاذ حفيظ، ما في إثارة غريبة. وتشويق. لا أنا الإثارة نعيسها في قلبي وفي ذهني، يعني الإثارة أنا مشاهدة مباراة كرة قدم بيني وبينك مختلفة، أنا شاهدها بعيون مختلفة عن عيونك وعيون أولادي وزوجتي وأهلي، أنا أشوفها من وجهة أخرى. يعني حدثني عن رهبة الكاميرا أول مرة في بث مباشر كان لك على التلفزيون، أو عن رهبة التعليق لأول مرة على بث مباشر. رهبة الكاميرا كانت أكبر، لأنه أنا بديت مع الكاميرا، بديت قدمت برامج تلفزيونية سنة تقريبا منذ دخولي التلفزيون، بعد دخولي التلفزيون. طبعا هذه الرهبة تأتي المذيع في صفات مختلفة، هناك مذيع يحمر، مذيع ومذيع يحمر، واحد يصفر، واحد يخضر، واحد يسيل العرق، واحد يرتبك يقلب الطاولة، لأنه عندي زميل قلب الطاولة في وقت ما في ثانية القرن الماضي. أنا أكيد كانت مشكلتي كبيرة جدا أنه عرق كبير في أول ظهور لي، أول ظهور لي وكأنه كانوا يصبوا، أنا نقدم وما يصبوا علي في المياه فوق راسي، فمن كثرة الخجل، لأنه أنا معروف علي أنني خجول، فمن كثرة خوفي وخجلي ورهبتي أمام الكاميرا، وبعدين كاميرا تاع زمان مش كاميرا تاع اليوم صغيرة، كاميرا تاع زمان كبيرة كثير، فتخوف لما تشوفها حجمها تخاف، يعني لأنه صحيح. احنا كان بالنسبة لي هذا الحجم الكبير لكي يشاهدها أكبر قدر ممكن من الناس. شوف الفكر بتاع زمان، اليوم كاميرا تليفون تطلعك على الشاشة. فأنا كنت نعرق كثير، ومع الوقت بدأت تروح الأمور هذه. لكن الشيء الجميل فيه أنه أنا لما طلعت في ثاني يوم دخلت في التلفزيون الجزائري، عملت بايلوت في ثاني يوم، دخلت عملت بايلوت، جاني واحد المهندس اسمه عمر دريش، مش عارف لو يسمع فيا، قديم في التلفزيون كان موجود الآن راح للمعاش. طلعت من الاستوديو جاني سألني، قال لي كابتن حبيت نسألك سؤال. وبعدين زمان في سنة 89 ما كان في قنوات تلفزيونية، قال لي أنت أول مرة تطلع على الشاشة؟ قلت له إيه أول مرة يعني. قال لي تبان بأنك عندك عشرات السنين وأنت طالع على الشاشة. كلم امام المسؤول تاعي تاع القسم الرياضي بن يوسف عدي الله يذكره بالخير، قال له بن يوسف او جاكم واحد غول؟ قال له هذا راح يكون احسن مذيع في التلفزيون الجزائري في التاريخ. شوف سبحان الله يا العظيم، سلام. هذا قالها لي في اول يوم. سنه من بعد عبد القادر الشنوني زميلي كان اقدم مني في التلفزيون الجزائري، كان يعمل لنا محاضرات داخل قاعه التحرير. عبد القادر الشنوني من زمان يتكلم في كل شيء، السياسه، الثقافه، الاقتصاد، قلبه مليح، عبد القادر قلبه مليح، ولكن في بعض الأحيان حتى لما يكون قلبك طيب تجرح بعض القلوب. عبد القادر يتكلم، وبعدين قال لهم يا جماعة، كنا حوالي 15 نفر داخل قاعة التحرير، قال لهم اكتشفوا الولد هذا، وأنا قاعد نسمع له، قال لهم هذا يصير مدير في التلفزيون. صرت مدير، صرت مسؤوله، صرت عندك مسؤوله سبع مسؤولية. سنوات لا صرت مسؤوله هو 7 سنوات من بعد، مسؤول القسم الرياضي، و10 سنوات من بعد صرت مدير. سبحان الله العظيم. فأنا تقريبا بكل تواضع أعتقد بأني خلقت لكي أمارس مهنة الإعلام، حتى لا أقول لا التعليق ولا التقديم، لأنه أنا اليوم نكتب واشتغلت في الإذاعة وعندي حس يعني شوية شوية متميز، يعني مش هو الأفضل ولكن مختلف. كل التوفيق. طب هل سبق وسقطت سهوا منك كلمة على الهواء مباشرة؟
أكيد، ولكن مش كثيرة مقارنة بمعلقين آخرين، مش كثيرة جدا. أنا حريص جدا. وبعدين يقولوا لي بأنني خاطئ شوية وذكي شوية في تعاملي وفي ممارستي لمهنتي. وبعدين حتى في حياتي أنا أتجنب كثيرا، لا أسهو كثيرا ولا أخطئ في حق الناس كثيرا، طبعا إلا نادرا لما تكون متنرفز. ولكن لما تكون تعلق أو تقدم، أنت مش متنرفز، يعني أنت من المفروض ريلاكس. فأنا نادرا ما طلعت مني أشياء، سواء كلمات مش كويسة أو حتى سوء تقدير. يعني يصدر مني مواقف وآراء وتقدير، ولكن ليس سوء تقدير يسيء للناس. قد أقول عنك بأنك لا تحسن لعب الكرة، ولكن أنا لن أسيء لك، لا أقول عليك بأنك أنت مش متربي أو أنت سارق أو أنت، لا لا لا، قد أقول لك أنت لست لاعبا متميزا. وهذه وجهة نظر، يعني ما فيهاش إساءة. أكيد. هذا السؤال اللي تعرف لماذا أرد عليك بأسئلة قصيرة حتى أسمح لك بطرح أكثر قدر ممكن من الأسئلة، وحتى تنتهي أسئلتك وتنسحب أنت ولست أنا؟ والله أشكرك على سعة صدرك أستاذ حفيظ. يعني عندي والله كثير أسئلة، يعني بدنا نحاول قدر الإمكان نسألها كاملة ونشوف. إن شاء الله. هذا السؤال جميل جدا، هو سر الحب العظيم في الجزائر لفلسطين، وسبق وذكرت أنه في 70,000 مشجع قاموا بتشجيع المنتخب الفلسطيني على المنتخب الجزائري، وأنت ذكرت أنه لو حصلت مباراة بين المنتخب الجزائري والفلسطيني ستشجع المنتخب الفلسطيني تحت شعار الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. وهذا الأمر لم يحدث ولن يحدث في أكيد بلد آخر مع منتخب آخر، لا أعتقد بأنه سيحدث، مع احترامي لكل محبي فلسطين. وهذا السؤال أيضا لو طرحته على كل جزائري بما في ذلك أولادنا سيرد عليك نفس السؤال. أنا الآن غيرت بيت، مثلا من قبل سنة كنت في بيت آخر كان فيه العلم الفلسطيني والجزائري الفوق، مش أنا اللي حطيته، ابني الصغير في عمره 10 سنين. هروح انت فاهمه وقول له ليش حطيت العلم الفلسطيني والعلم الجزائري؟ ممكن كبر عليها، ولكن كان محطوط العلمين صغار، هذا الجزائري جنب الفلسطيني. باختصار نقول لك بانه هذا السؤال لو طرحته على كل جزائري سيرد عليك بنفس الشكل، لانه الجزائريين كبروا، لانه الجزائريين، انا اتكلم عن الجزائريين، شعوب اخرى كذلك قاومت وحاربت وعندها تاريخها وعندها رصيدها. الجزائريين عاشوا 130 سنه تحت الاستعمار، فيعمروا يعرفوا ممكن من البلدان العربية القليلة اللي عاشت هذا الكم من الاستعمار. هذا مش استعمار، هذا استدمار، هذا محو لهوية. لأنه في عهد الاستعمار الفرنسي لم يكن آباءنا يدرسون العربية، ولا كانت فيه مساجد، كانت فيه أمكنة مصليات، ولكن مساجد وفيها أذان ما كانت موجودة. فكان فيه محو للثقافة الجزائرية العربية الأمازيغية الإسلامية، لأنه احنا عندنا بعد عربي وبعد أمازيغي في منطقة شمال إفريقيا، وعندنا دين واحد هو الدين الإسلام في الجزائر، لا تجد ديانات أخرى. فبحكم معاناتهم فيعرفوا ماذا يعاني الشعب الفلسطيني. وبعدين بعد الاستقلال احنا كبرنا في المقرر الدراسي من الابتدائي، كبرنا على حب فلسطين، وكبرنا على الوقوف مع فلسطين ظالمة ومظلومة. وبعدين مواقف الجزائر معروفة إلى الآن، الجزائر هي البلد الوحيد الذي الملتزم، ممكن لا مش الوحيد، ولكن من بين البلدان العربية القليلة الملتزمة بدعمها لفلسطين في الوقت اللازم ومن دون أي تأخر في كل مرة. أكيد نوجه تحية للشعب الجزائري العظيم وللشعب الفلسطيني العظيم. الله يسلمك. محاولات تقليد المعلقين كثيرة وكثيرة أستاذ حفيظ، كل يوم نشوف شخص يقلد ويقلد. هل شاهدت أو سمعت أحدا أتقن تقليدك؟ صعب، مش معلقين ولكن مقلدين. مقلدين مقلدين أكيد. اللي يقدر مقلد، قد يعلق، قد يقلد مغني وممثل ومعلق ومذيع تلفزيوني موجودين، ولكن لا أذكره. ولو أنني أنا لست مع التقليد، التقليد ممكن يكون عند ولد صغير يحب المهنة هذه، يبدأ يحبها من خلال شخص، شيء طبيعي. اليوم أولاد صغار يحبوا الكرة من خلال ميسي ورونالدو، وهذا شيء طبيعي. يحبوا الغناء من خلال عبد الحليم حافظ ونذكر القدامى حتى ما يزعلوا من الجدد يعني. ازداد ف... آه.
فيحب الغناء من خلال مغنيين، يحب الرقص من خلال راقص، يحب التمثيل من خلال ممثل أو ممثلة. فأنا لست مع التقليد، نتمنى أنه في كل المجالات كل واحد يصنع لنفسه هوية وشخصية. راح نبلش بالأسئلة الكروية، ولكن أعتقد إنه في مشكلة باللايف لأنه في ناس بتطلع، فبدنا نشوف إذا في مشكلة باللايف أو لا، وراح الأمر نبلش أنا بالنسبة لي بالأسئلة عادي، الكروية. بالنسبة لي عادي، تفضل. أنا بالنسبة لي ما كل في شيء مشكلة. مبين عادي، تفضل. أسئلة كروية، ندخل في الأسئلة الكروية. لماذا تفضل الدوري الإنجليزي عن باقي الدوريات؟ لأنه يساني ويناسبني من حيث التعليق، أنا أجد نفسي في الدوري الإنجليزي أكثر من دوري آخر، وأجد نفسي وأستمتع بمبارياته أكثر مما أستمتع بمباريات أخرى في أي دوري آخر. أنا بالنسبة إلي نقول بأنه الدوري الإنجليزي خلق من أجلي بكل تواضع يعني. دوامة لا تنتهي، مين بعلق، عفوا، مين بشجع المعلق الفلاني ومين بشجع المعلق الفلاني، هاي دوامة لا تنتهي. حقيقة من يشجع حفيد الدراجة؟ أنا لست معني بهذه الدوامة تماما، صدقني. أنا أشجع فريق واحد هو المنتخب الجزائري، مثل ما أنت تشجع المنتخب الأردني والفلسطيني الفلسطيني والسعودي السعودي والإماراتي الإماراتي والقطري والمغربي والتونسي والمصري، هذا أمر طبيعي. لو لم تقل لي بأنك تشجع منتخب بلادك أنا لا أحترمك. صدقني زمان لما كنت صغير ممكن، لكن لما بديت أمارس هذه المهنة حتى في التلفزيون الجزائري كانت عندي شوية مشاعر مثلا في الجزائر نحو فريق حي، يعني أنا ابن الحراش، فكنت نحبهم يربحوا كل أسبوع لكي لما نروح للحومة ملاشية نلقى الأولاد زاهيين وفرحانين يعني. أما عشق لفريق، ما عنديش عشق لي. نحب المولودية لأنه المولودية في الجزائر فريق شعبي، وكان حتى في فترة الاستعمار عنده رصيده وتاريخه، فكل الجزائريين يحبوه، يحبوه مش عشقا أو انتماء، يحبوه لأنه رمزا. فكاين حب للرمز وحب للانتماء. أنت في العاصمة عمان تحب الفريق تاع عمان، فشيء طبيعي لأنه فريق حيك ومدينتك، واللي في مدينة أخرى يحب فريق آخر. من حيث الرمزية كنت نحب المولودية، من حيث الحي كنت نحب فريق الحراش يربح باش يفرحوا ولاد حومتي وأصدقائي. على الصعيد العالمي صدقني أنا متحرر تماما من كل العقد، ولكن اعشق المتعه واتجاوب مع المتعه، لانه احيانا يقولوا لي انت كنت مع برشلونه، برشلونه ابدع. يقول لي كنت مع الريال، الريال ابدع. كنت ضد الريال لانه المنافس تاع الريال اليوم ابدع، كنت ضد البارسا لانه المنافس تاع البارسا اليوم ابدع، وهكذا دواليك. انا بالنسبه لي نحب مثلا اليوم نحب مانشستر سيتي يربح لانه فيه محرز مثلا، هذه ولكن مش عاطفه نحو السيتي، انا مش وداني على السيتي. كنت نحب ليستر يربح لانه كان فيه محرز، وفرحنا لما فاز بالدوري لانه فاز فيها محرز. فهذه الامور هذه ظرفيه ومؤقته. نحب انا بنجاح انا في السد يربح، هل انا مناصر للسد؟ لانه فيه جزائري، وهذه ميولات ظرفيه وعاديه وطبيعيه. طبعا. طيب، في حين يعني معلق اتخذ فريق شجعه وعلق على هذا الفريق وكان خسران، هل هذا سيؤثر على أدائه بالتعليق؟ اذا كان متعصب يؤثر على ادائه طبعا، ونشعر بذلك. كاين بعض نشعر. المعلقين تشعر بانه زعلان، وكاين معلقين تشعر بانه فرحان اكثر من اللازم بفوز هذا الفريق، مش مستمتع وفرحان باداء، فرحان بفوز. انا قد اتجاوب مع برشلونه بانه ابدع وامتع اليوم. انا تجاوبت مع البايرن لما فاز على برشلونه بالثمانيه، هل انا مناصر للبايرن؟ انا والله مع الضحك استمتعت. أستاذ حفيظ، مع الضحك ممكن. ايه لا انا استمتعت خويا من التأس، سبحان الله العظيم. فسميني قل لي مشجع البايرن كما شئت، قل لي كاره البارسا كما شئت، ولكن مهنتنا ما فيها كراهيه. انا لا اعلم الناس ولا انشر في اوساطهم الكراهيه ابدا. كرة والرياضه فيها حب، كرة والرياضه فيها احترام، والكراهيه مش مصدرنا احنا المفروض كاعلاميين، لانه الاعلامي عنده رساله، وانا اعتقد بانه معلق هو اعلامي، الا اذا لم يكن اعلامي فهذا لا يصنف ضمن خانته، هذا لا يطلب منه شيئا. اذا كان مهرج
ما عندوش المستوى الثقافي ولا العلمي ولا الأخلاقي ولا الفكري اللازم، فيصير معلق وليس معلق. إذا كان هنالك لاعبا قادر على إحراز 5 و6 كرات ذهبية من الجيل الصاعد، من سيكون؟ ميسي ميسي. ورونالدو، ميسي ورونالدو. من الجيل الصاعد. من الجيل الصاعد. نعم. مش مبين. من الجيل الصاعد مش مبين، فيه جيل طالع 20 21 سنة، هذو مواليد 2000 رهيبين يعني، في أوروبا بالدرجة الأولى، ولكن مش مبين منهم واحد راح يطغى وراح يسيطر وراح مثل ما فعل ميسي ورونالدو. لا لا لا، راح يكون فيه في السنوات القادمة بعد ما يخلص ميسي ورونالدو راح يكون فيه تداول بين الأجيال اللي جاية، لأنه راح يكون حسب الموسم مش حسب البراعة المطلقة يعني، وحسب نتائجهم مع نواديهم ومنتخباتهم. فأتصور بأنه لن تكون هناك سيطرة مطلقة للاعب أو اثنين. هل تصح المقارنة بين ميسي انتوا ورونالدو؟ سامعين معايا الهرج تاع الاولاد ولا لا؟ سامعين بس بعيد، مش مشكلة. لانه انا عيد ميلادي كان امبارح وما عاملين لي العشاء اليوم، يعني عاملين لي الحفل الله اليوم يكون مش لك، امبارح، الله يكون متاخرين لك. الله يبارك فيك. سؤالك من فضلك. هل تصح المقارنة بين ميسي ورونالدو؟ مقارنة جماهير ومقارنة عشاق، حتى الصحفيين المفروض لا يقارنون، براعة لا تقارن. ميسي متميز عن رونالدو ورونالدو متميز عن ميسي. عبد الحليم حافظ الله يرحمه متميز عن فريد الأطرش، فريد الأطرش متميز عن عبد الحليم حافظ. أعطيني أنت من هو أفضل ممثل بالنسبة لي؟ نسبي. من هو أفضل مغني؟ نسبي. فنفس الشيء بالنسبة لي، أفضل لاعب وأفضل معلق وأفضل مذيع، كل شيء نسبي. في حد أدنى طبعا، ما تقوليش أنت شكون الأفضل، ميسي أو مش عارف أي لاعب من درجة 60 يعني، حتى لا أذكر أي لاعب، فأنا لا مجال للمقارنة. ولكن بين الكبار وبين المتميزين وبين الرائعين لا يمكن أن نقارن. متى برأيك سيعتزل ميسي ورونالدو؟ على أي عمر؟ بعد 3 سنوات أتصور، رونالدو وممكن باقي قبل يعلنوها. 3 سنوات؟ لا، رونالدو مثلا بعد مونديال قطر سيعتزل دوليا مع منتخب بلاده، أكيد حتى هو وميسي يعني سيعتزلون دوليا. ممكن يخرجوا من الدوريات الأقوى ويروحوا على أمريكا، على دوريات أخرى خلاص ما نزيد نسمع بهم تماما، مثل ما راح زلاتان في فترة ما. أعتقد بأنه راح يكون فيه توجه نحو الذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى الصين أو إلى الهند أو إلى الهند بصراحة يعني، لأنه فيها الأمر يبقى وارد. أما أنه يبقاوا في اليوفي وفي البارسا، لا. لو كنت مدرب وعرض عليك أن تختار فقط بين برشلونة وريال مدريد، فقط هذول الفريقين، من ستختار ولماذا؟ هذا سؤال فيه مكر شوية، وأنا يعني أجيبك. ممكن يكون في سبب، عندك سبب، ممكن تحب لاعب، تحب أجواء ملعب. لا، اليوم نحب نكون مدرب لميسي مثلا، ممكن نختار برشلونة بسبب ميسي، اوكي، لأنه رونالدو ما بقى في الريال. لو كان رونالدو صح؟ بالريال لا، اليوم مش موجود في الريال. أنا قلت لك، أنت قلت لي هروب اليوم، تكتيكي. أنت قلت لي اليوم، اليوم نختار ميسي، برشلونة ميسي. لو كان هالكلام قبل 5 سنوات، كان سيكون كلام آخر. كلام آخر. ذكي 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 بالأجوبة. طب نفس السؤال، ولكن عرض عليك تختار نادي من الأندية العربية، من الدوريات العربية، من ستختار؟ خيارات مفتوحة. الأهلي المصري. الأهلي المصري. نعم. في سبب معين؟ طبعا أنت خلفك 80 ولا 90 مليون مناصر، بعدين أهلي كيان كبير يعني، مع احترامي كبير. للأندية الأخرى مش أي نادي. وبعدين أنا زرته وشفت وحسيت والتقيت مع ناس يحبوه بجنون، يحبوا الأهلي مثل ما يحبوا مصر يعني، من المفروض الوطن هو أكبر من كل شيء يعني. أنا عرفت ناس لو يلعب الأهلي مع المنتخب المصري يشجعوا الأهلي مثلا، بهذه الدرجة، مش كرها في مصر لكن حبا في الأهلي يعني. أكيد. أنت لما تحب زوجتك مش بالضرورة تكره زوجتي. صحيح. فهذا هو الأداء اللي حبيت نقصته، حبيت نقول بأنه في مصر بالنسبة للعشاق
الأهلي حاجة مقدسة، فلو ندرب الأهلي باش نشعر بما يشعره العشاق وبما يعيشه العشاق في فترة ما. هذا السؤال قد يهم عشاق البارسا، رأيك في برشلونة لهذا الموسم؟ هل يتفائل الجمهور ولا لسه بدري؟ سابق لأوان، سابق سابق لأوان. لأوان، بعد جولتين أو ثلاثة سابق لأوان. وبعدين من خلال أسئلتك على البارسا والريال، خليني نبلغ رسالة: كرة القدم في العالم ليست فقط بارسا والريال، أكيد. ممكن الجيل اليوم بارسا وريال، جيل زمان مش بارسا وريال، جيل زمان اللي جيلي انا هو واللي قبلي كانوا مانشستر وليفربول ويوفنتوس أرسنال. والانتر وارسنال، يعني حتى السيتي هذا ما كان موجود بهذا الشكل، وتشيلسي بهذا الشكل. اوكي ارسنال نعم، ومانشستر يونايتد نعم، وليفربول نعم، نتكلم على العراقه طبعا، وكاين عشاق تاع نوتنغهام فورست وتاع نيتس وتاع يعني النوادي اللي فكرة القدم ليست فقط بارسا وريال، لأنه عادة الأسئلة التي تطرح: كابتن أنت برشا ولا ريال؟ حبيبي نقول لهم أنا خطافي. ليش موجودين بس بارسا وريال في العالم؟ أنا يعني جيلي، أنا اللي وعينا على هذه المتعة، أنتو قد جيل تكون ميسي سبب. ورونالدو، جيل ميسي ورونالدو، ما نعم. أنتو جيل ميسي ورونالدو. اختيار أفضل لاعب بالعالم هي ماركتينج وبزنس ولا حقيقية؟ لا، كله على بعضه كله على بعضه. طبعا، فيه شوية منطق واقعية، لأنه يا واستفتاء وخيارات تاع إعلاميين وتاع مدربين وتاع لاعبين وتاع جماهير كذلك في بعض الأحيان، ولكن فيه الاثنان معا. لأنه لما يطلع لك في السنة يطلع لك رونالدو وميسي أفضل، أحسن أفضل مما يطلع لك لوكا مودريتش. لوكا مودريتش الانتماء، لوكا مودريتش كرواتي، لوكا مودريتش ما عنده الاسم اللي عنده رونالدو، كاسم لا يزن مثل ما يزن رونالدو وميسي. فلما يطلع لك لوكا مودريتش، لو تروح تجيب سبونسور ما يجي معك، لو يطلع لك رونالدو وميسي يجيك سبونسور، صح؟ صحيح 100%. هل البايرن وحش صنعه برشلونة بعد الهزيمة بثمانية أهداف كليفربول مثلا، ولا هو فعلا فعلا مرعب؟ لا لا لا، البايرن والكرة الألمانية وحوش من زمان، وحوش بدنيا وفنيا وذهنيا بالدرجة الأولى، لأن ألمانيا دائما كانت ترجع، سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات، مرة يوصلوا نهائي كأس العالم مرة يفوزوا بها، مرة يوصلوا نهائي نصف نهائي كأس أمم أوروبا مرة يفوزوا بها. بايرن كل 3 4 سنوات يوصل لنصف نهائي ونهائي ويفوز بدوري ابطال اوروبا، بايرن في كل مره يفوز باللقب. هي عقليه بالدرجه الاولى، لانه الالماني كبر بالرغم من الظروف التاريخيه المعروفه، كبر على انه هو الافضل في العالم والاقوى في العالم، او كبر على انه يجب ان يكون الاقوى. حتى التلميذ الصغير والطفل الصغير في الحي يجب ان يكون هذا الحي اقوى من الحي اللي جنبه، فهذه عقليه بالدرجه الاولى وفلسفه، وبعدين شغل كبير جدا. الالمان وحوش من زمان يعني في كل المجالات. سؤال ممكن، ها، ما بدي جواب دبلوماسي، لا للأجوبة الدبلوماسية. أنت ما بتجامل، يعني المعروف عنك أنك صريح. رتب اللاعبين تصاعديا من الأقل أفضلية للأكثر. الأول رياض محرز، حكيم زياش، محمد صلاح، الأخضر بلومي، سليمان فيغولي. سفيان فغولي، اوكي، زياش، سفيان زياش، فغولي، زياش، اوكي، محرز، صلاح، بلومي. محرز، صلاح، سفيان فغولي، زياش، محرز، صلاح، فغولي، صلاح، بلومي. مع العلم انه سفيان لما بدأ ما كان في اسم لا صلاح ولا رياض محرز زي ما في اسم حاليا. حتى ولو لأنه فارق سن، أنه هو بدأ قبلهم. أنا بديت قبلك الإعلام، صح؟ أي أفضلية علي عليك؟ ممكن أنت تكون أفضل مني، فمالهاش علاقة بالسن، نفس السؤال. والسن ليس أفضلية يعني. أكيد الإنجازات ممكن. طبعا نفس السؤال ولكن بلعيبة مختلفة. زيدان تصاعدي ولا تنازلي؟ نفس السؤال،
من الأقل اوكي أفضلية للأفضل. اوكي زيدان، الحمد لله. زيدان صح، زيدان، ميسي، الله يسلمك. رونالدو البرازيلي، كريستيانو، مارادونا. واو 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 سأخدعك في هذا السؤال أستاذ حفيظ، واو راح أحكي لك السر بس أخلص الجواب. لا لا لا، هو الطب مارادونا، هذا امر فروغ منه. بالضبط، مارادونا من عالم هاي اخر، واحد. هذا من عالم اخر. ميسي، رونالدو، زيدان ورونالدو، صح؟ ميسي، صح، رونالدو، زيدان ورونالدو. سأفاجئك انا ايضا. نبدأ برقم خمسة. رونالدو البرتغالي. خمسة مفاجأة. ايه خمسة ايوه أوكي. رونالدو البرازيلي. أربعة، زيدان، ميسي، مارادونا. احكي لك وين الخدعة في الموضوع. انا لما شاهدت مقابلاتك عرفت انه انت عندك مارادونا رقم واحد، فانا حطيته عشان اعرف مين بعد مارادونا فسيكون هو الاول بالنسبة لي، اللي هو ميسي، صح؟ اللي هو شايفين حاليا انه هو ميسي، فانا اخذت الجواب. واو، بس غريب هذا غريب هون. طيب، هذا الذكاء، خليط بين الذكاء والخبث، بين قوسين، الخبث المهني، لأنه أنا كذلك عندي خبث مهني، فهذا أيضا خليط بين الذكاء والخبث، وأنا ماشي معك بنيتي لحد الآن. إذا تحب نمارس الخبث بتاعي المهني فراح تخسر أنت. أجوبة ذكية، أعطيتني أجوبة ذكية أستاذ حفيظ، أخذنا أجوبة ذكية زي سؤال الخمس سنين وبرشلونة وريال وميسي ورونالدو. اوكي، وهذا غريب يعتبر والله تقدير. رونالدو لا مش بخمسة. غريب، هذا يعتبر تقدير، هذا يعتبر تقدير. نعم هو رأيك حبيبي، الشخصي بالنهاية. رونالدو البرازيلي افضل من رونالدو البرتغالي يا رجل، نظريا. وميسي أفضل وبعدين لا لا، مش بالمطلق، مش ب... انا اقول لك من يعجبني، وليس بالضروره هو الافضل. من هذا فرديات. الكلام اللي قلته، انا مارادونا بالنسبه لي هو افضل لاعب في العالم، لكن مش بالضروره هو الافضل. نعم حدينا، انا قلت لك بانه لا مجال للمقارنات بين البراعه بهذا الشكل. نعم ميسي يفعل اشياء ما يفعلها رونالدو، رونالدو يفعل اشياء ما يفعلها ميسي. فتقول لي تقارن بيناتهم، ولكن انت طلبت مني نصنف، انا صنفت. ولكن مارادونا خارج على القاعده. تكلم على مارادونا اللاعب، هاكد أكيد. مليح، مارادونا اللاعب. نعم، ما رأيك في زيدان كلاعب وكمدرب؟ كان مبدعا كلاعب، متواضعا كلاعب، إنسانا كلاعب، وصار كذلك مبدعا ومتميزا وإنسانا. بقي بنفس الاحترام تقريبا. أنا عمري ما سمعت زيدان يفخر ويزوخ وأنا الأفضل، دائما دائما راسه تحت وشغال. مدرب اللي يفوز 3 مرات متتالية بلقب دوري أبطال أوروبا، وعمرك ما تسمعه يرفع صوته أو يقول أنا وأنا. هذا لازم تقدره وتحترمه أكثر فأكثر. مش لأنه جزائري الأصل، لا، لكن لأنه فعلا متميز الإنسان، لأنه زيدان الإنسان أضاف لزيدان المدرب وأضاف لزيدان اللاعب. لأنه قد تكون لاعب متميز، شوف مارادونا مثلا، مارادونا الإنسان نقص من قيمة مارادونا اللاعب. صحيح، مارادونا اللاعب أعجوبة، لكن الإنسان وبكل ما فعله من أمور سيئة لنعرفها نقصت من قيمته. ميسي ورونالدو بقوا محافظين على قيمتهم، لأنه رونالدو وميسي الإنسان لم يؤثر سلبا على رونالدو ميسي اللاعب. تكلمش على أمور، بعض الأمور، لكن تكلم لم يتأثر ب أو ميسي ورونالدو الشخصية لم تكن سلبية على اللاعب. ألا تعتقد أستاذ حفيظ أنه زيدان مدرب نفسي أكثر مما هو تكتيكي؟ نفسي على اللاعبين فقط تكتيكياً. والمستوى اللاعب حبيبي، المستوى العالي هذا هو شيء يتطلب. انت وش راح تضيف لفريق ريال مدريد؟ شخصيتك، حضورك. تدريب هو شخصيه، هو حضور. تكلم على المستوى العالي، ما تتكلمش على الاولاد الصغار، تشتغل معاهم، تتعلمه كيف يراقب كوره ويضربها ويضربها بالراس، تعلم له الابجديات. ما واحد كبير، ترى رونالدو تعطي له تتكلم معاه فقط. صحيح، نفسيه، لانه انت قلت نفسيا، نقول لك شخصيه، والشخصيه فيها النفس وفيها الذهن وفيها الفكر وفيها اشياء كثيره جدا.
فشخصية زيدان، يعني زيدان مش هو أفضل مدرب في العالم لو جيت تصنفهم، لا مش هو أفضل مدرب في العالم. وبعدين لكي يصنف أفضل مدرب في العالم زيدان، يجب أن نشوفوه في أندية أدنى من ريال مدريد. حتى جوارديولا مش نعتقل عليه بأنه أفضل مدرب في العالم، لازم نشوفوه مع أندية أدنى من برشلونة وأدنى من البايرن وأدنى من مانشستر سيتي. لماذا فضلت فان دايك على غيره من المدافعين في تشكيلتك المثالية؟ فان لأنه دايك أفضل الكل استغرب. مدافع في أفضل مدافع في العالم، وأضاف الكثير لفريق ليفربول مع الفارق. أعتقد بأنه هو وأليسون بيكر الحارس كان لهما دور كبير جدا في تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي، بدوري الأبطال، بكأس العالم للأندية، وبمواصلة إليه فريق ليفربول. أعتقد بقت لنا 5 دقائق صح وسام؟ تمام. ديفيد صدقني سيلفا، يا وسام، صدقني يا وسام، عندي ضيوف في الدار يعني، ما في مشكلة. صدقني. طب ندخل على نعم أم لا. تفضل تفضل. نعم أم لا، مسموح لك سكيب واحد فقط. أكيد في الوضع الحالي، المال أهم من الشهادة بالنسبة لمين؟ إلك؟ يعني بشكل عام، المال لا أهم من الشهادة والتعليم. لا، التعليم والشهادة أولى. يوجد مبرر للخيانة أيا كان نوعها. لا أفضل معلق عربي هو حفيظ دراجي. نعم أو لا، نعم أم لا؟ معك صح. سكيب واحد. أنا أعتبر نفسي دائما الأحسن أخوي. أوكي. المنتخب الجزائري أفضل منتخب عربي. اليوم نعم، نيمار باع برشلونة من أجل المال، حسب رأيك يعني. لو خرج ميسي أو اعتزل من برشلونة، لن نرى برشلونة في دوري الأبطال لمدة طويلة. لا غوارديولا مدرب محظوظ أكثر من ما هو تكتيكي. جدا الدوري الأردني هو أضعف دوري عربي. لا إحنا عشان الوقت خربت لك أوراقك. ها خلصنا، ما في مشكلة. هم كانوا كذا سؤال، كان في سؤال جدا مهم لازم لا، أطرحه، هذا أطرح السؤال أطرح لأن أطرح من بين كل أطرح الأسئلة. بس النتيجة اللي وصلنا لها هو أنه أنت ستنسحب صح؟ أنا عندي أسئلة، ما زال عندي أسئلة، بس اضطريتك إلى أنك ولكن تنسحب. لا أريد أن أطيل عليك، مش مشكلة. السؤال، أنت قلت أنك بتشجع المنتخب الفلسطيني على المنتخب الجزائري. سؤالي إليك، لو كنت أنت مدرب للمنتخب الجزائري في تلك المباراة، ماذا ستقول للاعبين؟ وكانت مباراة حاسمة ومصيرية. لا لا، كنت سأقول لهم تلعبوا وتفوزوا. لا لا، هذا أمر آخر، كلمتك على مشاعر تاع جماهير. بس لو خسرت مع الفلسطينيين لا أزعل، يعني لو لازم نفوز بكأس العالم أنا كمدرب تضاف لي كشخص وكبلد وشيء طبيعي، ولكن مش لهذه الدرجة يكون الإنسان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. يعني أنا نحب نفوز بكأس العالم، طبعا فلو كنت مدرب نفوز على والدي رحمة الله عليه لما يكون مدرب في الجهة المقابلة، نفوز عليه، والدي وأمي وأخويا كلهم نفوز عليهم. طب لو كنت معلق، سيؤثر على أدائك خسارة المنتخب الفلسطيني؟ طبعا هذه صح. نعم قبل النهاية بدي منك سبق صحفي، وأنت بتعرف السبق الصحفي إلنا الإعلاميين شيء حلو ومهم. إذا في شيء حصري وسبق صحفي لهذه المقابلة، أنا سأكون سعيد جدا. إسلام سليماني الميركاتو انتهى 5 أكتوبر صح؟ إسلام سليماني وقع عقده مع فريق ليون، وقع العقد وكل شيء، وباقي ينتظر إلى غاية الساعة 12 بالليل لكي يعتمد العقد. كان في تواصل مع رئيس نادي ليون،
وكانوا ينتظروا خروج لاعب من برشلونة اللي هو ديمبلي، ويروح ديباي من ليون على فريق برشلونة، ويجي سليماني على فريق ليون. وقع العقد، يعني موقع، هو موقع، رئيس نادي ليون موقع، باقي فقط الإشارة، يخرج لاعب من برشلونة يروح ديباي على برشلونة، ويجي إسلام سليماني على ليون. فلم يتم هذا الأمر، ولكن الخبر هو أن سليماني وقع وبقي ينتظر إلى غاية منتصف الليل. والله هذا صدق مهم جدا. بدي أشكرك جدا أستاذ حفيظ على وقتك، العفو، على سعة صدرك وعلى أجوبتك الصريحة والجريئة، فشكرا لك، وأنا تشرفت جدا في هذه المقابلة، وسأكون سعيد جدا إذا تكررت. أنا أسعد يا سيدي المحترم، وصدقني بأنني أولا طريقتك في أنك تواصلت معي كانت سلسة، وردي معك كان سلس وبسرعة، كان فيه تجاوب كبير جدا. هذه كيمياء وجاذبية، مش عارف من جات. على كل حال متعود أنني حاذر مع الناس اللي ما نعرفهمش، مش حاذر لدرجة كبيرة، لا، لأنه إعلامي هو واحد شخصية عامة لازم يكون متفتح على الناس. فنحيي فيك تحضيرك الجيد لهذا اللقاء، لأنه يعني باين عليك بأنك حضرت جيدا، بعدين لم تكن عبوسا ولا مزعجا ولا، بالعكس، لا، كنت جد مريح بالنسبة إلي، وأنا أيضا كنت مريح. أنا اللي آسف لأنه هذا الذي حدث في البيت اليوم لم لا يكن ولا ما في مقررا، مشكلة، لأنه شايف أحس اتفقنا على الخميس، لأنه كنت متوقع أنه نكون لوحدي في الدار، فقرروا الجماعة أنه يعملوا العشاء اليوم، ما في فأنا مشكلة، أقوم الشهادة عليك. أنا أعتز آسف فيها جدا، أستاذ حفيظ. الله يرحم والديك، ربي يوفقك وتستاهل كل خير، وتحياتي لكل متابعي حسابك ولكل الله يسلمك. متابعيني، وهذه فرصة أنا أيضا جميلة بالنسبة إلي، لكي الناس ممكن تعرف حفيظ من جهة أخرى. إن شاء الله تكون لنا فرصة أخرى نتكلم في كل شيء إلا في الرياضة، إذا أنت أكيد مستعد لذلك. لنا لقاء حضر آخر نفسك أكيد. جيدا، حضر نفسك جيدا، نتكلم في أمور أخرى بعيدا حاضر عنه في الرياضة. حاضرين. شكرا لك أستاذ حبيبي، حفيظ، شكرا تشرفت جدا. جزيلا، بارك الله بارك فيك، الله يطول عمرك، شكرا. ما تنساش تبعت لي، حاضر. أم والديك، شكرا.